بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه. موجب الله عنك، يعني موجب بالفتح والفتح الجيم الثمرة، والموجب بالكسر المقتضي، والمراد هنا الثمرة. نعم الله عنك. وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه. زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة، ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه، فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم، أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم. وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا كما قد تقدم. فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط، وإن أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر، وبهذا تأتلف النصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل يبين خلاصة ما سبق في مسمى الإيمان، وأن الإيمان الذي في القلب لا بد أن يثمر أعمال الجوارح من الأقوال والأعمال، وهذه الثمرة الإيمان لها طريقان. الطريق الأولى أن يكون الإيمان مفردا، فإذا أفرد الإيمان فإنه في هذه الحالة يشمل تصديق القلب وإقرار اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. والحالة الثانية أن يقرن اسم الإيمان بالعمل أو بالإسلام. فإذا قرن اسم الإيمان باسم الإسلام أو قرن بالعمل فإنه يكون الإيمان يتناول حقيقة ما في القلب، يتناول ما في القلب من التصديق والمحبة التي تثمر الحركة، ويكون العمل في هذه الحالة لازم له. فإذا الإيمان إذا أطلق دخلت الأعمال في مسمى، إذا أطلق الإيمان دخلت الأعمال في مسمى وصار جزءا منه، وصار الإيمان هو تصديق القلب وعمل القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. وإذا قلنا الإسلام هو الإيمان كما في حديث جبريل، صار الإسلام هو الأعمال الباطنة، صار الإيمان هو الأعمال الباطنة، هي صار الإيمان هو الأمور الباطنة، والأعمال هو والإسلام هو الأعمال الظاهرة. وكذلك إذا قلنا الإيمان بالعمل، قولي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الإيمان يقصد به الأمور الباطنة،
والعمل الذي عطف عليه يقصد به الأعمال الظاهرة. وبهذا يبطل مذهب المرجئة ولا يكون هناك نزاع. من قال أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند الإطلاق ولازمة له وثمرة له ومعلول له عند اقترانه بالإسلام أو بالعمل صار الخلاف لفظي، صار النزاع لفظي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب، يعني ليس المراد التصديق المجرد كما يقول الجهمية، لا بد يكون مع التصديق حب، وهذا الحب لا بد أن يكون في حركة، وهذه الحركة لا بد أن تثمر العمل، تثمر العمل الظاهر على الجوارح والأقوال الظاهرة. إذا علم هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الباطنة، من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، هذا لا بد منه. إذا كان في القلب تصديق وحب لا بد أن يثمر الأعمال والأقوال الظاهرة، لا بد منها. فإذا لم يثمر الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة دل على أنه ليس في القلب تصديق وحب. كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد. إذا كان ليس عنده قصد تام وعنده قدرة لا بد أن يقع المراد. مثال ذلك الصلاة. إذا كان ليس عنده قصد يريد أن يصلي وعنده قدرة لا بد أن يصلي، ولا يمكن أن لا يصلي إلا فقط الأمرين أحدهما. فالذي لا يصلي إما أنه ليس عنده قدرة ما يستطيع، أو عنده قدرة ولكن ليس عنده قصد ما يريد الصلاة. عنده قدرة لكن ما عنده إرادة، ما عنده قصد للصلاة، عنده زيغ في قلبه. فإذا وجد الأمران كان عنده قصد تام يريد أن يصلي وعنده قدرة لا بد أن يصلي ولا يمكن أن يتخلف الصلاة. فعلم أن ما في القلب يستلزم في أعمال الجوارح وأقوالها. إذا كان في القلب قصد تام يريد أن يصلي وعنده قدرة لا بد أن يصلي ولا يمكن أن يتخلف عن الصلاة. فإذا تخلف عن الصلاة إما لفقد أحد الأمرين أو لفقدهما معا. فالذي لا يصلي بين أحد، إما أنه ليس عنده قصد تام، أو عنده قصد ولكن ليس عنده قدرة، أو عنده قدرة وليس عنده قصد، أو ليس عنده قصد ولا قدرة. فإذا وجد الأمران قصد وقدرة فلا بد أن يصلي ولا يمكن أن يتخلف عن الصلاة. فكذلك الإيمان الذي في القلب، إذا كان في القلب تصديق وحب، هذه المحبة حركة، وهذه الحركة لا بد تبعث على العمل، لا بد أن يعمل. ما يمكن شخص ما يعمل أبدا، شخص في قلبه تصديق وحب ولا يعمل ما يمكن. فإذا فقد العمل دل على فقد التصديق والحب، وإذا وجد القصد والحب لا بد أن يعمل. وعلى هذا تزول الشبهة العلمية في هذه المسألة ولا يكون النزاع إلا نقضي. فهل العمل داخل في مسمى الإيمان أو هو لازم له وثمرة له؟ يكون الخلاف نقضي، يكون الخلاف نقضي. ما دام أن العمل لا بد منه في الإيمان فالخلاف نقضي، سواء قلنا إن العمل ثمرة ومعلول له أو قلنا إن العمل جزء منه. وبين المؤلف رحمه الله قال: حقيقة أن الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا، يستعمل تارة يكون العمل لازما له وثمرة له، وتارة يكون العمل جزءا منه. متى يكون العمل تارة جزءا ومتى يكون ثمرة؟ يكون العمل جزءا إذا جاء الإيمان مطلق، إذا جاء الإيمان مطلق. كان أقول لك ما الإيمان فتقول الإيمان لا بد فيه من العمل. إن الدين مثل الدين، مثل اسم الإسلام واسم الإيمان واسم الهدى واسم التقوى واسم البر، كل هذه الأمور إذا أطلقت دخل فيها الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. إن الدين عند الله الإسلام، يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة. الدين إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. إذا قلنا الإسلام بالأعمال كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام وسأل عن الإيمان اقترنا، فصار الإيمان مسماه الأمور الباطلة، فسر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خليه وشده. وصار الإسلام هو الأعمال الظاهرة،
فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصبح حج. فيقال إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا اجتمعا صار لكل واحد افترقا صار لكل واحد منهما. إذا اجتمع الإسلام والإيمان صار الإسلام الأعمال الباطلة، الإيمان الأعمال الباطلة، والإسلام الأعمال الظاهرة. وإذا اجتمع هذا إذا اجتمع، وإذا افترقا جاء الإسلام وحده أو جاء الإيمان وحده أو جاء الدين وحده. فإن الدين وحده إذا أطلق، والإسلام إذا أطلق، والإيمان إذا أطلق، وكذلك البر إذا أطلق، والهدى إذا أطلق، والتقوى إذا أطلق، يشمل الأعمال الباطلة والأعمال الظاهرة. وعلى هذا فتكون الأعمال على كل من الأمرين الأعمال لا بد منها. فمن لم يأتي بالعمل ليس بمؤمن، لا بد أن يأتي بالعمل. شخص يقول إنه مؤمن فقط مصدق بقلبه ولكن ما يعمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وهذا ليس بإيمان. فإذا قال أنا مصدق عندي شعبة من شعب الإيمان والتصديق، نقول هذا التصديق لا بد أن يكون معه حب، ما يمكن يكون مجرد. إذا كان مجرد معرفة مجردة صار هذا إيمان إبليس وإيمان فرعون وإيمان اليهود وإيمان أبي طالب وإيمان الكفرة، كلهم مؤمنون إيمان مجرد تصديق بالقلب. لا بد لهذا الإيمان الذي في القلب من عمل يتحقق به، لا بد يتحقق فينقاد في الأعمال. فإذا لم يكن له عمل يتحقق به صار مثل إيمان إبليس. إبليس عارف، صار هو المعرفة، وفرعون عارف، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وفرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم عندهم يقين، واليهود الذي آتناهم كتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، وأبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد بخير أديان البرية دينا. إذا لم يوجد، إذا كان هناك إيمان مجرد في القلب وليس هناك عمل يتحقق به صار مثل إيمان إبليس وفرعون واليهود ولا يسمى إيمان. كما أن العمل صلاة وصيام وزكاة وحج لا بد من إيمان في الباطن يصححه، وإلا صار مثل إسلام المنافقين. فالمنافقون يصلون ويصومون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس عندهم إيمان صح هذا العمل، فهذا العمل لا بد لهم إيمان يصححه في الباطن، وإلا صار كإسلام المنافقين. كما أن الإيمان الذي في الباطن لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار مثل إيمان إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب وسائر الكفرة. وبهذا يتبين أنه لا يمكن يوجد إيمان بدون عمل مطلقا، لا بد أن يوجد شيء من العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الباطنة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه. زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة، ولم يبقى إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن، موجب الإيمان الباطن اللي هو العمل، في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء من يعني جزء من الإيمان العمل داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم، أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمره يعني العمل، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم. قال المؤلف حقيقة الأمر أن نسب الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا، معنى يستعمل تارة يكون العمل داخل في مسماه، وتارة يكون العمل لازما له وثمرة له كما قد تقدم. فإذا قول نسب الإيمان بالإسلام والعمل كان ثمرة في هذه الحالة، كان دالا على الباطن فقط، وإن أفرد اسم الإيمان فقط فقد يتناول الباطن والظاهر يكون جزء منه. يقول المؤلف بهذا تأتلف النصوص، وسيأتي ذكر الأمثلة. الإيمان ضبع نسبعون شعب على الحديث، أفرد ولا قرن بغيره، أفرد الإيمان ضبع نسبعون شعبة كلها داخلة في مسمى الإيمان. لماذا؟ لأنه أفرد، لكن لو قلنا بالإسلام صار الإسلام الأعمال الظاهر والإيمان الأعمال الباطنة، لكن لما أفرد جاء وحدة صار يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الصلاة على الطريق، وبين الأعلى والأدنى شعب كثيرة متفاوتة لا يعلمها إلا الله، فالصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة وجهاد في سبيل الله شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الرحام شعبة وسائر أمور الدين كلها شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله الشعبة القولية، وإماطة الأذى للشعبة الفعلية، والحياة للشعبة القلبية. فصار الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح وأعمال القلوب،
الإيمان 74 شعبة، هذه رواية الإمام مسلم، ورواية الإمام البخاري 64 شعبة. والبيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب، شعب الإيمان، تتبعها من النصوص من الكتاب والسنة حتى أوصلها إلى أعلى البضع. أعلى البضع، البضع من 3 إلى 9 يقال له بضع، أوصلها إلى أعلى البضع إلى 79، وألف كتاب سماه شعب الإيمان، وتتبع هذه الشعب من النصوص من الكتاب والسنة فأوصلها إلى أعلى البضع وهي 79. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهر. أفرد لفظ الإيمان في قولها الإيمان بضع 70 شعبة، يعني ما قرن بالإسلام ولا قرن بالعمل، فصار يدخل فيه الباطن والظاهر، يعني أعمال الأعمال الباطنة أعمال القلوب، والأعمال الظاهرة أعمال الجوارح وأقوال اللسان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذكره مع قوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فلما قرنه باسم الإسلام ذكر ما يخصه، فالاسم في ذلك الحديث مجرد عن الاقتران، مجرد عن الاقتران، وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام. يعني المعنى أن المثال الأول هو الحديث الأول أفرد اسم الإيمان فدخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، دخل فيه 79 شعبة، لأنه أطلق اسم الإيمان صار اسم الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. وفي حديث جبريل جمع بين الإسلام والأعمال، فصار الإيمان فسره في أصول الدين 6، قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالغد خير وشر. والإسلام فسره بالأعمال الظاهرة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، فصدق على الإيمان والإسلام أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا الإسلام والإيمان افترقا، فلكل كل واحد منهم معنى، صار الإيمان الأعمال الباطنة والأمور الباطنة والإسلام الأعمال الظاهرة، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. مثال إفراد أحدهما الإيمان بضع 70 شعبة، ومثال إفراد الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، ومثال اجتماعهما حديث جبريل جمع بين الإسلام والإيمان، وحديث الإسلام علانية والإيمان في القلب وإن كان في بعض الضعف. نعم. وكذلك اسم الإسلام إذا جرد كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، دخل فيه الباطن، فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام. يعني هذا مثال لإفراد الدين والإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هنا يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هنا الإسلام يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة، ولهذا يقول دخل فيه الباطن يعني مع الظاهر، فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام، لأنه يكون منافق. لو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن، لو صلى وصام وزكى وحج وجاهد وما عنده تصديق في الباطن صار منافقا في الدرك الأسفل من النار، أعوذ بالله. نعم. وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وقوله تعالى
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث أنس رضي الله عنه الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران كما في اسم الفقير والمسكين والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء، كما في لغات سائر الأمم عربها وعجمها، زاحت عنه شبهة في هذا الباب والله أعلم بالصواب. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة لاجتماع الإسلام والإيمان. المثال الأول حديث جبريل: سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان. المثال الثاني قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، جمع بين الإيمان والإسلام. المثال الثالث: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. المثال الرابع: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. المثال الخامس: حديث الإسلام علانية والإيمان في القلب. في هذه النصوص كلها اجتمع الإسلام والإيمان، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. أما إذا أفرد الإسلام وحده أو أفرد الإيمان وحده أو أفرد الدين وحده فإنه يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا ليس خاصا بهذه الألفاظ، بل إن هذا له أمثلة كثيرة، أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران، مثل اسم الفقير والمسكين، فإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا دخل المسكين ويطلق المسكين الفقير المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، وفسر المسكين بأنه الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية. وكذلك المعروف إذا أطلق دخل فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإذا اجتمع مع المعروف والمنكر صار المعروف فعل الأوامر والمنكر ترك النواهي، ومثل المنكر والبغي، وكذلك الفحشاء والبغي، والمنكر والفحشاء، صار الفحشاء ما غلط ما فحش من الكبائر، والمنكر الكبائر الأخرى التي دون ذلك، وهكذا مثل الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية دخلت فيه الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخلت فيه الربوبية، وإذا جمع بينهما صار لكل واحد منهما، صار الرب هو الرب هو المربي الخلق خالقهم ومربيهم، والإله معناه المعبود، مثل قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. كل واحد منهم الرب هو المربي، هو الرب سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ورباهم بنعمه وتصرف فيهم، والإله هو المعبود. وإذا أطلق الرب دخل في الألوهية، كقول الملكين في القبر للميت: من ربك؟ يعني من إلهك؟ يدخل فيه الإله. فإذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. لا بد للمسلم أن يعرف دلالات الألفاظ بالاقتران والتجرد حتى لا يغلط. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: هذا معروف في لغات الأمم، سائر الأمم عربها وعجمها، أن الدلالات تختلف بالإفراد والاقتران، فإذا اقترن اللفظ بغيره صار له معنى، وإذا أفرد صار له معنى. هذا معروف في لغات الأمم كلها، لغة العرب والعجم. فإذا لم يعرف الإنسان الدلالات يغلط كثيرا ويفهم المعنى على غير المراد. نعم. فإن قال قائل: اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا، قيل له: أولا ليس هذا بأولى ممن قال إنما تخرج عنه الأعمال مجازا، بل هذا أقوى، لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقرونا باسم الإسلام والعمل، وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومعلوم أن ما يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز،
أولى باسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلاق. نعم، هذا سؤال وجوابه استفهام واعتراض ممن يقول بأن الأعمال غير داخلة في المسمى في مسمى الإيمان. فإذا قال قائل مثلا من المرجئة وغيره اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا، أجاب المؤلف عنه في أجوبة. قال الجواب الأول أن يقال هذا القول الذي يقول إن اسم الإيمان يتناول الأعمال مجازا يقابل بقول من يقول إن خروج الأعمال من الإيمان مجازا، هذا يقابل هذا، ليس هذا بأولى من هذا. فإذا قال قائل اسم الإيمان لا تدخل في الأعمال إلا مجازا، قابله بقول القائل إن لا تخرج الأعمال إلا مجازا، الأصل أنها داخلة، بل هذا أقوى. يقولون لأن خروج العمل من الإيمان إنما هو إذا قرن باسم الإسلام أو قرن بالعمل خرج العمل، أما إذا أفرد فإنه يدخل فيه العمل، كما في حديث الإيمان الضبع والصمون الشعبة لأنه أفرد فدخل فيه العمل. يقول المؤلف ومعلوم إنما يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند التجريد والاقتران والإطلاق. يعني فالقول بأن العمل يدخل بأن العمل يخرج مع الاقتران أولى باسم المجاز من القول بأنه يدخل في العمل يدخل فيه عند التجرد والاقتران. يعني فالقول بأن العمل يخرج من الإيمان إذا قرن باسم الإسلام أو بالعمل أولى بأن يكون هذا مجازا من القول بأن العمل يدخل في مسمى الإيمان عند إفراده وتجرده عن غيره. نعم. وقيل له ثانيا لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه وموجب له ومقتضاه، لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع؟ ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية كاسم الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والزكاة الشرعية والحج الشرعي. ومن قال إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة وأن ما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم، كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن الطيب والقاضي أبو يعلى، ومن وافقهما على أن الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا في القصد والأعمال والدعاء ليست داخلة في مسمى الحج والصيام والصلاة. فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم، ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. الوجه الثاني في الرد على من قال إن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان مجازا أن يقال لا نزاع في أن العمل الظاهر، ليس هناك نزاع في أن العمل الظاهر فرع عن الإيمان الباطن وموجب له ومقتضى يعني ثمرة له، هذا لا نزاع فيه لأن العمل في أن الإيمان الباطن يثمر العمل، لكن هل هذا العمل داخل في مسمى الاسم وجزء منه فيكون جزءا منه أو هو لازم له كالشرط المفارق والموجب التابع فيكون ثمرة؟ فيقول المؤلف رحمه الله من المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية كاسم الصلاة واسم الزكاة واسم الحج ونحو ذلك هي باتفاق العلماء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي، يعني تشمل الأقوال والأعمال والاعتقاد. يقول ومن قال إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة وأن ما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحكم وشرط في داخل في الاسم أن هذا قول مرجوح، يعني بعض العلماء يقول إن اسم الإيمان إنما يتناول التصديق في القلب وأن ما زاده الشارع إنما هي زيادة في الحكم وشرط في داخل في الاسم، مثل الصلاة اسم في اللغة للدعاء والشارع زاد عليه
الهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. والزكاة اسم للطهارة، وزاد فيه الشارع زكاة المعروفة. يقول هذا قول القاضي أبي بكر الطيب الباقلاني من الأشاعرة، والقاضي أبو يعلى فر من الحنابلة، قولهم هذا قول ضعيف، قول مرجوح. يقول إن الشارع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا في القصد والأعمال والدعاء، وليس الداخل في مسمى الحج والصيام والصلاة، قول مرجوح. ولهذا كان قول الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول، وأنها داخلة في مسمى. الصلاة اسم للهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، تشمل الأقوال والدعاء والقراءة والذكر والإخلاص، وكذلك الإيمان اسم لتصديق القلب وعمل الجوارح، هذا هو الذي عليه الجماهير. نعم. فإن قال قائل إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق، وأما كونه تصديقا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزما لحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم، إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس بدونه في الضعف. فكذلك من قال الأعمال الظاهرة لوازم للباطن لا تدخل في الاسم عند الإطلاق، يشبه قوله قول هؤلاء يشبه قوله قول هؤلاء. والشارع إذا قرن بالإيمان العمل، فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه، كما إذا قال من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار، ومن صلى فقرأ وركع وسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ومعلوم أنه لا يكون صوما شرعيا إن لم يكن إيمانا واحتسابا. وقال صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ومعلوم أن الرفث الذي هو الجماع يفسد الحج، والفسوق ينقص ثوابه. وكما قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا الحديث فلا يكون مصليا إن لم يستقبل. وكما قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فذكر المحافظة عليها. ومعلوم أنه لا يكون مصليا لها على الوجه المأمور إلا بالمحافظة عليها، ولكن بين أن الوعيد مشروط بذلك، ولهذا لم يلزم من عدم المحافظة عليها أنه لا يصليها، بل قد يصليها بدل وقت فلا يكون محافظا عليها، إذ المحافظة تستلزم فعلها في الوقت، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نزلت لما أخرت العصر عام الخندق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن ترك المحافظة عليها لا يكفر. أن تارك المحافظة المحرم، لكن يدل على أن تارك المحافظة المحافظة عليها نعم الله عنه. لكنه يدل على أن ترك المحافظة عليها لا يكفر. كذا عندك ترك المحافظة أو تارك المحافظة؟ تارك يعني الشخص
تارك المحافظة. لكنه يدل على أن تارك المحافظة عليها لا يكفر، فإذا صلىها بعد الوقت لم يكفر، ولهذا جاءت في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قيل له يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وكذلك لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن قوله تعالى أضع الصلاة قال هو تأخيرها عن وقتها، فقيل له كنا نظن ذلك تركا، فقال لو تركوها لكانوا كفارا. نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا أن اسم الإيمان إنما هو لو قال شخص أن اسم الإيمان يتناول مجرد التصديق فقط، وهذا هو المعنى اللغوي، ولا يتناول التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكونه مستلزما لحب الله ورسوله هذا شرط في الحكم لا داخل في الاسم، يقول هذا قول ضعيف أضعف من قول القاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي أبي يعلى أن الشارع زاد على الإيمان، زاد على مسمى الصلاة أحكاما، وأن الصلاة معناه في اللغة الدعاء، ثم زاد الشارع عليها أحكاما، وكذلك الإيمان في اللغة القصد أو التصديق، ثم زاد الشارع فيه أحكاما. يقول هذا القول وهو قول من قال إن الإيمان مجرد التصديق، وأما كونه تصديقا بالله وملائكته وكتبه ورسله وكونه مستلزما لحب الله ورسوله هذا ضعيف أضعف من القول السابق الذي قاله القاضيان القاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي أبي يعلى. يقول فكذلك من قال الأعمال الظاهرة لوازم للباطن لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه قوله قول هؤلاء، وذلك أن الشارع إذا قرن الإيمان إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه، إذا قرن الشارع الإيمان بالعمل صار تأكيدا له، صار العمل ذكر مرتين، مرة في الإيمان ومرة في العمل، أو أنه يخرج منه عند الاقتران. كذلك الحج إذا أفرد يشمل جميع أركان الحج وواجباته، وإذا قرن به ما هو من تمامه كما إذا قال من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار فإنه في هذه الحالة يكون من تمامه، قرن به ما هو من تمامه. ومثل من قال من صلى فقرأ وركع وسجد هذا قرن به ما هو من تمامه، الركوع والسجود من تمامه. وكما قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا وهنا لو تقدم من ذنبه، قولوا إيمان واحتسابا هذا لابد منه لأن الصوم لا يصح إلا بالإيمان واحتساب، ولهذا قال ومعلوم أنه لم يكن صوما شرعيا إلا يكون إيمانا واحتسابا. ومثل من قال من حج ومثل الحديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومه ولدته أمه، معلوم أن الرفث الذي هو الجماع يفسد الحج والفسوق ينقص ثوابه، فلما قرن بقول لم يرفث ولم يفسق قرن به ما هو من تمامه، ولا بد منه، لا بد من في الحج أن ترك الرفث، لأن من لا يرفث لأن من رفث فسد حج، وكذلك أيضا إذا فسق نقص ثوابه، فإذا أطلق الحج فالمراد به الحج الذي ليس فيه رفث ولا فسوق، وإذا قرن بنفي الرفث والفسوق قرن بشيء لا بد منه. ومثل قال الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، معروف أن ما هذا من المعلوم أنه أن الصلاة لا بد فيها من استقبال القبلة، فمن لم يستقبل القبلة فإنه لا يصلي، فقوله واستقبل قبلتنا ذكر فيه ما هو من تمامه ولا بد منه. ولهذا قال المؤلف تعليقا عليه فلا يكون مصليا إلا مستقبل قبلتنا في الصلاة. وكذلك الحديث عبادة خمس صلوات كتبهن الله على العباد على العبد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول المؤلف وجه الدلالة أنه ذكر المحافظ عليها، ومعلوم أنه لا يكون مصليا إلا بالمحافظ، لكن كونه ذكر المحافظ من باب التأكيد، ولكن بين أن الوعيد مشروط بذلك، الوعيد مشروط بعدم المحافظة، ولهذا لا يلزم من عدم المحافظة ألا يصليها بعد الوقت. وهذا الحديث حديث عبادة احتج به من يقول إن ترك الصلاة ليس بكفر، لأنه قال من حافظ عليها كان له عهد عند الله في الجنة، ومن لم يحافظ عليها فصلت حتى المشيئة،
إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن الحديث ضعيف. المعروف في سند مخددي وهو مجهول، فالحديث ضعيف. ثم أيضا هو مخالف للحديث الصحيح التي فيها أن من ترك الصلاة كفر، الحديث الذي بين النبي الصلاة ومن تركها فقد كفر، بين الرجل والمكفور ترك الصلاة. وهذا الحديث فيه أن الذي لا يحافظ عليها تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذبه، لكن الحديث ضعيف. يقول المؤلف: المحافظ على الصلاة تستلزم فعلها، كقوله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. هذه نزلت لما أخرت العصر عام الخندق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلوا على الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يقول المؤلف رحمه الله: بهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن ترك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن ترك المحافظة لا يكفر، فإذا صلىها بعد الوقت لم يكفر. هذا أحد الأقوال لأهل العلم، أنه إذا صلىها لا يكفر ولو بعد الوقت، لأنها ولهذا جاء في حديث الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها كذا وصلاة قاتلهم، قال: لا ما صلوا. لكن جاء تفسير كونهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، قيل يؤخرون عن وقتها المختار، وقيل ماذا يؤخرون عن وقتها الكلية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا حتى خرج وقت كفر، واستدلوا بحديث بريدة بن الحصيب الذي رواه الإمام البخاري في صلاته، الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والذي يحبط عمله هو الكافر، قال الله تعالى: ومن يكفر بإيمانه فقد حبط عمله. فهذا الحديث حجة لمن قال إن من أخر الصلاة عامدا حتى خرج الوقت ليس متأولا ولا ناسيا ولا جاهلا، وإنما أخرها عامدا من دون عذر، ليس عنده جهل ولا نوم ولا معذر بالنوم الذي يعذر فيه، وليس متأولا. في بعض المرضى إذا صار في المستشفى ما صلى، فإذا قلت ليش ما صلى؟ قال: ثيابي نجسة وجسمي نجس وتأول، فإذا خرجت من المستشفى صليت. هذا غلط، لا يجوز له ذلك، يبين. ولهذا ينبغي للإنسان إذا زار المريض يبين له، يصلي على حسب حاله، ما عجز عنه يسقط عنه، عجز عن تغسل ثيابه وطهارة ثيابه يسقط عنه ويتيمم، يكون عنده من يوضئه وهو ينوي، أو من يممه وهو ينوي، وهو من يوجهه إلى القبلة، فإذا لم يستطع سقط عنه ما يعجز عنه ويسلم. إلا هذا متأول، لكن من ترك الصلاة غير متأول ولا ناسي ولا نوم دائما يعذر فيه، ذهب جمع من العلم لأنه يكفر في هذا الحديث، حديث بريدة عند البخاري: من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله. وقال بعض العلماء: لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة كلها بالكلية، أما الذي يصلي ويخلي فلا يكفر. وقال آخرون إنه لا يترك الصلاة لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية، أما إذا كان يصلي ولو بعد الوقت فلا يكفر. واستدلوا بحديث: الذي تفوته صلاة العصر فقد حبط عمله، حديث: من ترك صلاة العصر فكأنما وسر أهله وماله. المقصود أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والمؤلف ذكر أحد الأقوال. وكذلك لما سئل ابن مسعود عن قوله: أضاع الصلاة، قال: هو تأخيرها عن وقتها. فقيل له: كنا نظن ذلك تركها، فقال: لو تركوها كانوا كفارا. فدل على أن تركها بالكلية كفر، أما الذي أخره عن وقتها فهو إضاعة لها. نعم. والمقصود أنه يدخل في اسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت تخص بالذكر. وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا تركت بهذا كان النزاع لفظيا. وإن قلت: ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه قد يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة؟ قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له، فالحقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجوب الباطن،
وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم. نعم، هذا مناقشة من المؤلف رحمه الله لمن يقول إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مجازا وهم المرجعة. يقول المؤلف رحمه الله المقصود يعني الخلاصة أنه قد يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة، وإن كان قد تخص بالذكر يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة. الاسم المطلق مثل اسم الإيمان، اسم الإسلام، اسم الدين، اسم الهدى، اسم البر، 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 اسم التقوى، اسم المعروف، اسم المنكر، اسم الفحشاء. هذه المسميات لها دلالة إذا اقترت إذا انفردت، ولها دلالة إذا اقترت. فإذا فردت وحدها دخل تحتها أمور كثيرة، وإذا قلت مع غيرها صار لها معنى آخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله المقصود أنه قد يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة، وإن كانت قد تخص بالذكر قد تذكر معه مثل اسم الإيمان يدخل فيه الأعمال والأقوال والأفعال، وأحيانا يقرن معها العمل وأحيانا يقرن معه الإسلام. قال المؤلف رحمه الله وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاع كلام مناقشة له، فإنك إن سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم اللزوم، فيلزم من عدم هذا الظهر عدم الباطن. فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا، يعني الذي يقول الأعمال الظاهرة داخلة في اسم الإيمان مجاز يقول له أنت هل تسلم أن الأعمال الظاهرة لازمة للإيمان الذي في القلب أو لا تسلم؟ فإذا سلمت نقول لك عدم اللازم وهو الأعمال الظاهرة موجبا لعدم الملزوم وهو الإيمان الذي في القلب. فإذا انتفت الأعمال الظاهرة الذي هي أعمال الجوارح انتفى الإيمان الذي في القلب، فيلزم من عدم هذا الظاهر وهي الأقوال والأعمال الظاهرة عدم الباطن الذي هو الإيمان في القلب. إذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا، يعني كان نزاعك لفظيا، سواء قلت الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان أو داخلة هذا صار النزاع لفظيا، لأننا نقول الأعمال لا بد منها. إذا كان في الإيمان قلب، إذا كان الإيمان في القلب لا بد أن يكثر الأعمال، فإذا انتفت الأعمال انتفى الإيمان، فالأعمال لازمة للإيمان، لا بد أن توجد الأعمال مع الإيمان، وعلى هذا يكون نزاع لفظي. سواء قلنا الأعمال داخلة أو قلنا إنها غير داخلة، ما دام أنه لا بد منها فالنزاع لفظي. وإن قلت إنه يستقر الإيمان في القلب مع إظهار الأعمال الكفرية فهذا قول جهم بن صفوان الذي هو أفسد قوله، ما دام أنه لا بد منها فالنزاع لفظي. وإن قلت إنه يستقر الإيمان في القلب مع إظهار الأعمال الكفرية فهذا قول الجهم بن صفوان الذي هو أفسد قوله في مسمى الإيمان. الجهم بن صفوان يقول الإيمان هو مجرد تصديق في القلب، وإذا فعل جميع أنواع الردة وجميع أنواع الكفر لا يكون كافرا حتى يجهل ربه بقلبه. هذا قول الجهم. يقول الجهم الإيمان معرفة الرب بالقلب، إذا عرف ربه بقلبه هو المؤمن، ولو فعل جميع المنكرات وجميع الكبائر وجميع أنواع الردة ما يكون كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. نقول أنت الآن بين أحد أمرين، إما أن تقول الأعمال لا بد لازمة لمسمى القلب وحينئذ يكون نزاعك لما في القلب وحينئذ يكون نزاعك لفظي، وإما أن تقول الإيمان هو التصديق في القلب والأعمال الكفرية لا تؤثر، وهذا قول الجهل وهو باطل. وقيل لك أيضا هذا يناقض قولك إن الظاهر لازم وموجب له. إذا قلت إن الظاهر لازم الأعمال الظاهرة لازمة وهي ثمرة للذي في القلب، نقول لك حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، أحيانا يقارنه وأحيانا يفارقه. متى يفارقه ومتى يقارنه؟ يقارنه إذا أطلق الإيمان، ويفارقه إذا قرن بالإسلام والأعمال. ولهذا قال حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم الله ولا موجب ولا معلول له، ولكنه دليل، يعني العمل دليل إذا وجد، يعني العمل دل على وجود الباطل، يعني الإيمان في الباطل، وإذا عدم العمل لم يدل عدمه على العدم. إذا عدم يعني العمل الظاهر لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك. نعم، وهذا حقيقة قولك، وهو أيضا خطأ عقلا كما هو خطأ شرعا، وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع، إذ هذا يظهر من المنافق فإنه يبقى دليلا في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى، وهذا حقيقة قولك. نعم، قولك إن الأعمال مجاز خطأ عقلا كما هو خطأ شرعا،
وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع. قولك إن الأعمال دليل على الإيمان ليس بدليل قاطع، لأن المنافق يظهر الأعمال وليس دليل على الإيمان، لكن يبقى دليلا في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا. في دار الدنيا نعم يحكم عليه بأحكام الإسلام، فالمنافق الذي يخفي الكفر ويصلي مع الناس ويصوم ويجاهد ويحج ولا يظهر شيئا من النفاق، هذا تجرى عليه أحكام الإسلام في الله، يستمي في الدنيا، يعامل معاملة المسلمين، يحكم عليه بالإسلام بالتوارث، وإذا مات يغسل ويصلى عليه ويتوارث ويزوج، وتجرى عليه أحكام الإسلام في الله. وأما في الآخرة فهو ترك نفسه من النار، إذن ينفع في الدنيا لكن لا ينفع في الآخرة. فيقال إن هذه الأعمال قد تكون دليل في بعض الأحيان يستفيد منها المنافق، ولكنها ليست دليلا على الإيمان في الباطل. ولهذا قال إذ هذا يظهر من المنافق فإنما يبقى دليلا في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى، وهذا حقيقة قولك. نعم. فيقال لك فلا يكون ما يظهر من الأعمال لا ثمرة للإيمان الباطن ولا موجبا له ولا من مقتضاه، وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره، فإنما كان معلولا للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره، بل يلزم من وجوده وجوده. فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب أن لا يتوقف على غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب. نعم. وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير، وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا، فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان، وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفا عليهما معا على ذلك الغير وعلى الإيمان، بل قد علم أنه يوجد بدون الإيمان كما في أعمال المنافق، فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزما للإيمان ولا لازما له، بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة، ولا يكون الإيمان علة له ولا موجبا ولا مقتضيا، فيبطل حينئذ أن يكون دليلا عليه، لأن الدليل لا بد أن يستلزم المدلول، وهذا هو الحق. فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان النافع عند الله. نعم. المؤلف رحمه الله يرد على المرجع الذين يقولون إن الأعمال دليل على الإيمان، الأعمال الظاهرة دليل على الإيمان الذي في القلب وثمرة له، يقول هذا ليس بصحيح، قد يكون دليل وقد لا يكون دليل، قد يكون دليل كما في المؤمن ولا يكون دليل كما في المنافق. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الإيمان يوجد مع الأعمال ولا يوجد مع الأعمال، أحيانا يوجد مع الأعمال كالمسلم، وأحيانا لا يوجد الإيمان مع الأعمال كالمنافق. وعلى هذا فيكون الإيمان يتوقف على شيء، يتوقف على الأعمال وعلى شيء آخر، لأنه وعلى هذا يبطل قولك إن الأعمال دليل على الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيقال لك فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة الباطن ولا موجبا له ومن مقتضى، وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره، لأن الإيمان يتوقف على الأعمال الظاهرة وعلى شيء آخر، وأن يكون عنده إخلاص وصدق. يقول فإنما كان معلول للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره، بل يلزم من وجوده وجوده. فلو كان هذا الظاهر من الأعمال الظاهرة موجب الإيمان الباطن لوجب أن لا يتوقف على غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب، لكن هذا ليس بالصحيح، لأنه توجد الأعمال الظاهرة من المنافق ولا يوجد الإيمان. إذن الأعمال الظاهرة أحيانا تدل على الإيمان وأحيانا لا تدل على الإيمان. ولهذا قال وأما إذا وجد معه تارة، إذا وجد الإيمان معه يعني مع الأعمال الظاهرة تارة كما يحصل من المؤمن،
وعدم أخرى كما يحصل من المنافق أمكن أن يكون موجب ذلك الغيب، وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا، موقوف على أمرين. فإن ذلك الغيب إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان، وأحسن أحوال أن يكون الله موقوفا عليهما معا على ذلك الغيب وعلى الإيمان، يعني الأعمال الظاهرة تدل على الإيمان وعلى شيء آخر، بل قد علم أنه يوجد بدون الإيمان، توجد الأعمال الظاهرة بدون الإيمان كما في أعمال المنافق، فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزما للإيمان ولا لازما له، بل قد تكون الأعمال الظاهرة دليل على الإيمان وقد لا تكون. ولهذا قال بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة، ولا يكون الإيمان علة له ولا موجبا ولا مقتضيا، لا يكون الإيمان علة للأعمال الظاهرة ولا موجبا ولا مقتضيا. يقول مالك فيبطل حينئذ أن يكون دليل عليه كما يقول مرجع، لأن الدليل لا بد أن يستلزم المدلول. قال وهذا هو الدليل، لو كان دليل للزم، لو كان دليلا للزم أن يوجد الإيمان ولا يتخلف، فلما تخلف دل على أنه ليس بدليل. قال وهذا هو الحق، لأن مجرد التكلم بشهادتين ليس مستلزما للإيمان النافع عند الله، لأن المنافق قد المنافق يتكلم بشهادتين ولا يكون مؤمنا عند الله. طيب قبل الأذان نحن ننبه الآن نبه الإخوان الذين ينصرفون بعد الأذان، أنا أمس رأيت وكذلك في العام الماضي إذا أذن المؤذن انصرف عدد كبير وخرجوا من المسجد، وهذا حرام ولا يجوز، لقول لما ثبت في حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا انصرف من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والمعصية محرمة يكون آثما عند الله، ولا يخرج الإنسان إلا لما لابد منه، كان يخرج للوضوء لابد منه أو مؤذن في مسجد آخر أو إمام، أما أن يخرج لبيته أو يخرج لمسجد آخر هذا لا يجوز، صلي في المسجد وبعد الصلاة يذهب لا ماشي، أما أن تعصي الرسول عليه الصلاة والسلام لكذلك وأن طالب علم. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي سعد رضي الله عنه لما قال له هو مؤمن قال أو مسلم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلا على الإيمان في الباطن، إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات التي جئن مسلمات للامتحان، ودل ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن، كما في الحديث المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلا على الإيمان، لأنه يصدر من المنافق، استدل بحديث سعد لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم قال أعطى رجلا أعطى قسم النبي الغنائم وأعطى رجالا وترك رجلا هو أعجبهم إلي، قال سعد بن أبي وقاص قلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا يعني ما أعطيته من الغنيمة، فقال النبي أو مسلم يعني ما بلغ درجة الإيمان، ثم غلبه ما يجد فقال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مسلم مؤمنا، فقال أو مسلم يعني ما بلغ درجة الإيمان، مسلم يظهر الأعمال الظاهرة لكن ما بلغ درجة الإيمان ثلاث مرات، فدل على أنه ليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمنا، وكذلك استدل بالآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، دل يقول المؤلف دل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلا على الإيمان في الباطن، إذ لو كان دليلا على الإيمان في الباطن لم تحتج المهاجرات التي جئنا مسلمة إلى الامتحان، دل على أنه لا بد من الامتحان حتى يعرف هل هو مؤمن أو منافق. قال ذا المؤلف ودل ذلك على أن بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن يعني منافق،
كما في الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا فيه بعض الضعف، فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولا يخشى إلا الله. فالمقصود أن إظهار الأعمال الظاهرة تارة يكون دليلا على الإيمان وتارة لا يكون دليلا على الإيمان، لأنه قد يصدر من المنافق ومن المؤمن حقيقة. نعم. فإن قيل الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة ومن موجب غيره أخرى تتكلم بالشهادتين، تارة يكون من موجب إيمان القلب وتارة يكون للتقية كإيمان المنافقين. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ونحن إذا قلنا هو من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق. قيل فإذا كانت صادرة عن إيمان إما أن يكون نفس الإيمان موجبا لها موجبا لها وإما أن يقف على أمر آخر. فإن كان نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة له لا تنفك عنه وهذا المطلوب. وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزءا لسبب جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له. الحقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما. فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة له إلا إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها، وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته. وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان. وحينئذ فالموجب لازم لموجبه. نعم الله والله عنك. وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته. وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان. فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الواجبة الظاهرة، بل يلزم من وجود هذا كاملا ووجوه وجود هذا كاملا. فما يلزم من نقص هذا نقص هذا، وتقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل، كتقدير موجب تام بلا موجبه، وعلة تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن الأعمال الظاهرة قد تكون دليلا على الإيمان وقد لا تكون دليلا، ولهذا قال المؤلف فإذا قيل الأعمال الظاهرة قد تكون من موجب الإيمان تارة يعني ثمرة له وموجب غيره أخرى كالتكلم بالشهادتين، تارة تكون من موجب إيمان القلب كما إذا صدرت من المؤمن، وتارة تكون تقية كإيمان المنافقين. فإذا الأعمال أحيانا تكون دليلا على الإيمان وأحيانا تكون لها سبب آخر. فالمؤمن يشهد الله تعالى بالوحدانية ويشهد نبيه بالرسالة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هذا على إيمان القلب. والمنافق يقول هل قصد له ما هو قصد الإيمان، قصد التقية حتى يسلم ماله ودمه وتجرى عليه أحكام الإسلام لئلا يقتل. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذا في المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين أي بقلوبهم، أثبت لهم الإيمان باللسان ونفع عنهم الإيمان بالقلب، فالجهة مفكرة. قال ونحن إذا قلنا هي من ثمرة الإيمان يعني الأعمال، هي من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن الإيمان القلب لا عن نفاق. إذا نقول الإيمان ثمرة الإيمان إذا صدرت عن مؤمن، أما إذا صدرت عن منافق فلا تكون ثمرة الإيمان فلتكون تقية. قيل فإذا كانت صادرة عن إيمان إما أن يكون نفس الإيمان موجبا لها وإما أن تقف على أمر آخر. فإن كان نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة الإيمان القلب معلولة لا تفك عنه، هذا هو المطلوب. وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزء السبب
جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة لله. الحقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما. يعني إذا قيل إذا صدق كانت الأعمال صادرة عن إيمان فهو بين أحدها، إما أن يقال إن نفس الإيمان يوجب العمل، وإما أن يقال يوجب العمل شيئان الإيمان وشيء آخر. فإن كان الإيمان هو الذي يوجبها وحده صارت الأعمال ثمرة ولازمة لإيمان القلب ومعلولة لا تفك عنه، وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان كان السبب أمران، السبب الإيمان سبب وهناك أمر آخر سبب. ولهذا قال كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له. الحقيقة الأمر أنها معلولة له وثمرة له. فالخلاصة يقول المؤلف تبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطل ومعلولة له إلا إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها. متى تكون الأعمال ثمرة للإيمان الباطل؟ إذا كان الإيمان هو الذي يوجبها، أما إذا كان يوجبها شيء آخر كالنفاق فلا. وحينئذ فالموجب لازم لموجبه، الموجب الذي هي الأعمال ثمرة لازم لموجبه الذي هو الإيمان الذي في القلب، والمعلول الذي هو الأعمال الصالحة لازمة لعلته الذي هو الإيمان العلة. وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، وإذا نقصت الأعمال نقص الإيمان في القلب، وإذا زادت الأعمال وقويت الأعمال وكثرت قوي الإيمان الذي في القلب. ولذلك قال المؤلف فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدل الأعمال الظاهرة الواجبة. إذا قوي الإيمان في القلب لا بد أن تكون الأعمال الظاهرة كاملة، فإذا نقصت دل على نقص الإيمان، وإذا قويت دل على قوة الإيمان. ولهذا قال المؤلف بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا، يعني يلزم من وجود الإيمان كاملا في القلب وجود الأعمال الظاهرة كاملة، ويلزم من نقص الأعمال الظاهرة نقص الإيمان الذي في القلب. ولذا قال كما يلزم من نقص هذا، يعني الإيمان الذي في القلب، نقص هذا الذي الأعمال الظاهرة. إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر، إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر يعني بلا أعمال ظاهرة من قول وعمل، كتقدير موجب تام بلا موجبه، كتقدير موجب تام بلا موجبه. يعني لو إذا قدرت إيمان تام في القلب بلا أعمال ظاهرة هذا مستحيل، لا يمكن إيمان تام في القلب بلا أعمال ظاهرة. والأعمال الظاهرة التي هي القول والعمل، مثل أن تقدر موجب تام ولكن بلا ثمرة هذا مستحيل، ومثل أن تقدر علة تامة بلا معلولها وهذا ممتنع. تقف على وفق الله جميعا.